كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة إلا احنا متواجدون هنا بالعاصمة بروكسل، ويعني لحظة محزنة ودانا الشيخ عبد السلام الخراز اللي كان احد أمينة أنا رجل الدين ورجل عطى كثير في هذا الميدان. معنا الشيخ ديالنا الكبير سي محمد التوزقاني رئيس أئمة هنا ببروكسل بلجيكا كذلك. سي محمد التوزقاني أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يوم حزين جدا، كانت صلاة الجنازة على المرحوم الفقيه عبد السلام الخراز الذي يعد من الدعاة ومن الأئمة الكبار في أوروبا وفي العالم بأسره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فإننا في هذا الموقف الذي جمعنا ربنا سبحانه وتعالى فيه من أجل أن نحضر صلاة الجنازة على أخينا وصديقنا الفقيه الشيخ عبد السلام الخراز رحمه الله رحمة واسعة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول في الأول. فهكذا تنتقل هذه النخب من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار الغرور إلى دار القرار. والدليل على مكانة هذا الرجل حضور الجم الغفير من المحبين ومن المقدرين ومن الطلبة ومن الأئمة ومن المأمومين الذين كانوا يحترمونه ويحبونه ويسمعون لدروسه ويستفيدون من علمه. وهذه الأعداد الغفيرة تدل على مكانة هذا الرجل في وسط المسلمين هنا في بلجيكا، لا في وسط المغاربة وحدهم، ولكن في وسط كل المسلمين من الجنسيات المختلفة. وقد أدي صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد التوحيد الذي كان يخطب فيه، مع كونه كان مسجدا صغيرا لكن أعداد كبيرة وقفوا خارج المسجد وصلوا خارج المسجد وودعوا هذا الفقيد، راجين من الله تعالى أن يسكنه في مسيح الجنان. ونقول في شأنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بفراقك يا عبد السلام لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، وإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإنا بفراقه لمحزونون. نرجو الله تعالى أن يتغمده برحمته، آمين، وأن يسكنه فسيح جناته، آمين، وأن يديم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يبارك في من بقي من المسلمين ومن الأئمة والدعاة إلى الله عز وجل، آمين، وأن يتولانا وجميع المسلمين بالعناية والرعاية، ويحفظنا من الانزلاقات ويثبتنا على الدين حتى نلقاه وهو راض عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، جزاك الله خيرا. جنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.